السلام عليكم، اهلا اخواتي، اهلا خوتي، مرحبا بكم في قناة يومية بسمة وامها. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس. شكون اللي ما يحبش طارتولات؟ بالنسبه لي كراميل وشوكولا ما شاء الله روعة. ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو وتشوفوا الطريقة. ما تنساوناش لايك والاشتراك، ربي يجازيكم كل خير. بسم الله. المكونات: كاس تاع زيت، 250 غرام تاع مارغارين، سكر غلاس كاس، رشة تاع ملح. دونك نخدم معاكم ونوريكم المقادير. شوفوا هاد العلبة تاع 500 غرام نتوما ديروا نص تاع، والله ديروا 4 مغارف كبار تاع زبدة تاع مارغارين هذا، واللي عنده الميزان توزن كما كتشوفوا 250 غرام تاع دهان الزبدة. البطاطا تاعنا ولدي اللي يشريها قابسة نيشان يدير نص نيشان، يدير قابسة نيشان. 250 غرام زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ. كاس سكر ملحي، تحبوا سكر كلاص، تحبوا السكر تاع الحبيبات وترحوها في الحوا تاع القهوة. زوج حبات بيض، هنا لافاني، ديت مغرفة صغيرة تاع لافاني. نخلط انا على ضربة بالفوي بدون لاباتور لا حتى حاجة. الزبدة طارية تشوف تحصلنا على كريمة. زيدوا كاس تاع زيت باش يعطينا كمية كبيرة، وهاد الكاطو يجي يتفتت وحده. نجمو ديروه تزيدو ديروه حتى زوج كيسان تاع الزيت ودي يجي طري ويجي ما شاء الله. نتوما تحتشو هاد الحبات تفتت وحدها. انا درت كاس تاع زيت في 250 غرام تاع زبده. هذا الكاس الاول تاع الفارينه مع خميره تاع الحلويات، تشوفوا نص مغرفه صغيره. احنا ماناش حابين الشكل تاع الطاكتولات تاعنا يتبدل باش يجيونا شويه خفاف. هذا الكاس الثاني نتوما خلطوا حتى تلتملكم، كل وحده على حساب الفارينه تاعها. زدت كاس اخر، حبيت نعبر لكم بالكاس بصح شت روحي حتى يلتملنا مليح. راني بالي في الرابع. هنا الفوي تقال لي ندير نستخدم يدي. هذا الكاس الخامس بدات تلتم معايا، قمتو شي بيدي اخر نعرفها. هذا الكاس السادس، نكمل 6 تاع الكيسان. نتوما ديتو نص الكميه، هاد الكميه تجي كبيره بزاف. نتوما ديرو 125 غرام تاع مارغارين، زوج مغارف مارغارين، ونص كاس تاع زيت، ونص كاس تاع سكر، وثلاثه كيسان تاع فرينه، وحبه بيض يجيكم ما شاء الله. العجينه من بعد ما التمت نجيبو هاد المول تاعنا كما راكم تشوفوا باش نخدمو لي طارتولات تاعنا. ندير كوريه في يدي ونسقمها في كما تشوفون، نطلع مع الحواشي مليح مليح، ولا كاش زياده ولا نحيها. تحبوا ديروا الشكل اللي عندكم، مربع ولا هذوك مدائر. تقبوهم بالفرشيطه باش ما ينتفخوش في الكوشه، ولا شتوهم بداو يطلعوكم في الكوشه بصبعكم ضغطوا في الوسط باش يهود لكم. وبالنسبه للاخوات اللي ما عندهاش هذوك الليمون اللي نديروا فيهم قوالب نحطوا فيهم طارتولات تاعنا، نجيبو كيس هاد الاكياس تاع لي كيسات اللي نحطو فيهم الكاطو، نديرو زوج ولا ثلاثه باش الحبات تقعد حاكمه روحها، ونرشمهم على حساب دائره، على حساب حبه تاع كاطو دائره، ونقلبهم فوقها ثاني يجيو ما شاء الله. كما تشوفوني زدت جبت بزاف لي كيسات ونكثر منهم، ندير كما حبه تاع الصابير تشوفوا. دائما نحطوهم على في كيس بلاستيكي باش يجيونا ساهلين كي نجيو نرفدو مع هاد العجينه يطريه بزاف، ونقلبوهم على لي كيسات تاعنا ونطيبوهم كيما هادوك الاخرين. انا طيبتهم ضربه واحده وحمرتهم ما شاء الله جاوا روعه. نتوما ديروا اللي تحبوا تخليهم يبويضين خليهم بويضين. انا دائما نحب الحاجه تجي الكاطو ولا اي حاجه يجي محمر يجي بنين. نعمرهم في الكوشه في الصينيه وندخلهم للكوشه على درجه حراره متوسطه، ما تفوتوش 180 درجه من تحت، ومن بعد عاود نشعلو من الفوق. هذا الفيديو سبقني راكم تشوفوا، درت كاس تاع اللحظه حليب غبره، كاس سكر كلاص، نص كاس ماء، نص مغرفه تاع مارغارين دهان، وقرصه تاع ملح، وراني نديرو نرحيه بالبغا ميكسور نيسلي. هذا نيسلي دوك نحطو لكم في فيديو بالتفصيل وحده. ونجيب كاس تاع سكر حبيبات، حطوا في مقله ولا في كاسروناتكم ما تلصقش. هذا نيستين نوريه لكم كيفاش جا خاطر، والله احسن من المحلات.
وما تشيوهش ابدا هاد السكر، خليوه يدوب وحده، ما تخربوش فيه، خلوه حتى يدوب ويولي عسل. مره مره حركوا المقله بيديكم من بعيد، من بعد ما بدا يدوب، راك تشوف بدا يدوب تقريبا كامل، جيبوا سباتيو وبدي نحرك مع الاطراف، راك تشوفوا ولا لنا عسل. نجيبوا هذاك النيسلي اللي خدمناه، حليب محلخ اللي خدمته معاكم، ونفرغوه يبلع قلب شويه باش ما يطيرش فيكم. دائما ما يكونوش معاكم الاطفال كتكونوا تخدموا في هذه المرحله بالعقل، فرغوه هي بشويه هكا ودغ نبداو نخلطوا. نتوما تشوفوه تحجر تحسبوه خسر لكم، هو لا خليوه على النار مع التحريك حتى يذوب هذاك، ندير لكم تشوفوه بدا يتحجر. دائما على نار متوسطه، تبقاو تحركوا تحركوا حتى هذاك الكراميل اللي يتحجر كامل يذوب ويولي لنا نيسلي كراميل. تشوفوا ولا نيسلي كراميل راه حاضر معانا. هنا نديرو نص مغرفه تاع دهان تاع زبده، شوفوا يبدي يدير هاد الفقاعات، نطفيلو ونحط ندير الزبده ونخلطو ونفرغو في اناء باش يبرد لنا باش نزينو بهم الطاكتولات تاعنا. وهذا يبقى معاكم لمده 3 شهور ولا اكثر في بلاره مبلعه باحكام، ما يخسر ما حتى حاجه. هذه الطريقه الثانيه، شوفوا حطيت كاس تاع سكر يدبنا في كاسرونه، هذه الطريقه تاع النشاء. كاين الاخوات اللي يحبوا هذا، بس انا الاخرى تجيني بنينه خير. كاس سكر راه يذوب، وهنا كاس تاع حليب درتو يحمى، خليت قدر واحد 3 مغارف نضيف عليهم مغرفه كبيره بومبي مليح تاع مايزينا، مغرفه ولا مغرفه ونص باش يجيكم شويه خاتم. ونحللها في هذيك 3 مغارف تاع الحليب اللي نقصتها من الكاس، والاخر حطيته مليح رايح مالي باش يجينا ساهل. من بعد ما السكر داب ولا لنا على شكل عسل كيما الاول، نفرغ عليه هذا الحليب اللي حميته. هنا نقصوا للنار بالعقل، ولا غبنتكم طفيو لها ومن بعد شعلوها. نفرغ هذاك الكاس كامل على السكر، نخليه يغلي كيما راكم تشوفوه. مهما تشوفوه تحجر لكم ما تخافوش، ضيف قرصه تاع ملح، هذيك الملح تزيد البنه والله يجي على شكل كابريز. هذه مايزينا مغرفه ونص تقريبا، خلطتها مع داك شويه تاع الحليب اللي نقصته من الكاس، حللتها مليح باش ما ديرناش الحبيبات. نزيد نفرغها في السكر والحليب ونخلطها مليح. نتوما الا شتوها من بعد بقات لكم حبيبات ولا استخدموا البغا ميكسور، زيدوا رحيوها مليح باش ما تبقى لكم حتى حاجه. انا ما استخدمت والو وداب لي ما شاء الله. هنا من بعد ما غلاك تشوفوا راه ما شاء الله ضفت له هذا الاول اللي خدمته معاكم في الاول، اللي جا راه بدا يبرد، تشوفوا كي شاد روحو. ضفت نص مغرفه تاع النشا. هنا بديت نزين في الحلويات تاعنا، والاخر مخلياته يبرد. هنا دائما نديروا مغرفه صغيره في الطاكتولات على حسب شحال تحبوا نتوما تكثروا ولا تنقصوا كيما تحبوا. وهذا الثاني كم تشوفوا بدا يبرد، ما بعد ما دابت فيه هذيك الزبده خليوه يبرد شويه، هو ما يجيش عاقد كيما الاول. بصح انا خلطت من الاول مع الثاني وجاتني روعه ما شاء الله. هنا عمرت في بوغشات في كيس حلواني ولا باش تسهلوا على رواحكم الخدمه، وبداو تعمروا الطاكتولات في ضربه واحده، خاصه اللي يخدموا حلويات ويكثروا يديروا كيما كتجيهم سهله ويكملوا بسرعه، يسدفوا كامل الكاطو وتديو تعمروا فيه بسرعه بسرعه. ربي يعاونكم كامل ان شاء الله. هنا جبت شوكولا تاع بالحليب، هذه تجيبوا النيه تجي روعه. درت على حمام مائي، درت الماء في الكاسرونه من تحت وديرته في غرفيه يذوب، ومن بعد نضيف عليها زوج مغارف تاع الزيت باش تجينا تعطينا ديك اللمعه ويجينا شويه خفيف، تي شوكولا شويه خفيفه. ندوبها مليح مع التخلاط، خلطوا مليح 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 حتى تذوب كامل، باش نزيدوها فوق النيسلي كراميل باش هذيك النيسلي ما يسيلناش، هي تجي جامده من الفوق تبلع لنا على الحبه. هنا عندي حبيبه تاع قرقاع الجوز، خلينا نجيبو مطيرقه وتبقاو تدقوا كامل الجوارين، راكم عارفين العماره كامل. السكين راس تاع السكين دخله في الوسط تاع الحبه كما تشوفوا معايا، تفتح معاكم بكل سهوله. هذه طريقه سهله، وتحلوا الحبيبات كما كاش باش تزينوا بهم. تحبوا كل حبه كاطو ديروا فيها النص، تحبوا الربع كما تحبوا على حسب المقدور تاعكم. ك
كامل هاد لي طارتوليت اللي حطيت فيهم هذاك نيسني فوقهم زيت شوكولا ونزيدها كنزين بهاد الجوز ولا يقول كاع كل واحد كيفاش يسميه. هنا تاني تحبوا تجيبوا كيس حلواني وديروا الشوكولا تبقاو تفرغوا بسرعه تاني كيف كيف. انايا حاميه وكامل درتي بيدك نص مغرفه في الحبه وانا كملت. هنا كانت عندي شويه شوكولا بيضاء ذوبتها كيف كيف في حمام مائي بدون اضافات ما ضفت لها حتى حاجه، درتها في كيس وثقبت ثقبه صغيره، درت خطوط بيضاء كيما هكا. التزيين يرجع لكم ليكم تحبوا تعمروا بالحاجه اللي تحبوها، تحبوا تعمروهم بلاكريم باتيسري ولا هذا يبقى معكم مده طويله، هذا يستخدم في الاعياد وكامل يقعد معكم بالشهر ولا اكثر ما عليه والو ما يصرى له حتى حاجه. بصح اللي فيه كريمه باتيسري ولا لازم ناكلوه في هذاك يومين ولا ما تفوتوهاش. هنا درت على شكل ملفاي درت خطوط وجبت راس على السكين ديت ندي والرد تزيني يرجع لكم ليكم. هنا تكملت بالشوكولا سوداء الاولى البنيه كملت ليا جبت شوكولا اخرى كانت عندي سوداء تاني ذوبت ضفت لها شويه تاع زيت وكملت التزيين تاعي كامل. وهذا الكاطو يموتوا عليه اولادنا خاصه نيسلي كراميل ما كاش اللي ما يحبوش كبير وصغير. ها تشوفوا نزيد ذوبت شوكولا دائما ديروها وهي وخلوها فوق الكاسرونه باش الشوكولا ما تنشف الكمش باش الحبه ما ترفدش بزاف. روعه تشوفوا ميلوها من ومن باش الشوكولا تصح تتيح لكم بسرعه وتتعمر الطارتوليت تاعكم. هاد الحلوى للايام العاديه دائما السهرات تاع رمضان لحلوه العيد ان شاء الله ربي يفرحكم كامل والافراح والاعراس نستخدموها في كامل الايام تاعنا. ربي يكثر افراحكم وربي يفرحكم جميعا يفرح ولادكم يا رب. تشوفوا في ساعة تنشف تحبوا ديروها في الكيسات تحبوا تزينوها اي حاجه راها كيما هكا ما شاء الله تتفتت وحدها بالعقل كي تجيو ترفدوا حبه راها وحدها تتفتت. حبيباتي اللي وصلت معايا لهنا ما تنساوليش لايك جيم، اللي دخلت معنا جداد مرحبا بكم ما تنساوناش اشتراكات. ربي يجازيكم كل خير وربي يوفق الجميع ان شاء الله. كما كنت تشوفوا حبيباتي جا كمية كبيرة ما شاء الله نعمة الله محفظها من الزوال ربي يبارك ان شاء الله. توما ديروا نص على الكمية انا كترت لي ظروف ما توما ديروا كمية تاع النص كما نحل معكم حبة شوكولا كي جا تشوفوا يتفتت وحده الشوكولا شوية ناشفة نيسلي من الداخل جبروها تذوب تسيل وحدها قاطو راه صابلي يتفتت وحده جا روعة. صحتكم إن شاء الله جربوه. إلى فيديو قادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.